السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نحط تاج على اللاين او البايب. اجي هنا اقول له برام اللاين وابدأ ارسم اللاين. قبل ما ارسم لازم ابدأ اختار السايز بتاعي، وليكن مثلا 4 اهوت، تمام، واقول له ارسم لي بالشكل دوت واعمل له اساين لديت. طيب دلوقتي اقول له اساين تاج واختار البايب دوت واقول له انتر، هيقول لي ان السبيكس بتاعي كذا والسايز كذا، ومحتاج بس اللاين جروب ومحتاج الجروب لاين نمبر. هنقول له اختار نوع التاج اللي انت عايزه الساين، وهنحط التاج بالشكل دوت. اقدر اسحب دوت هنا واقدر اسحب ده هنا، يعني واقدر اعمل اساين تاج للبامب ديت لو انا عايز، يعني موجودة بس تقدر تحط اساين تاج تاني. فرض مثلا مكنة كبيرة وعايز تحطها مرتين. طيب لو انا عايز بعد كده احط ريديوسر، فهقول له انا عايز فيتنج ريديوسر، احط ريديوسر هنا، تمام. طيب ريديوسر اراها كام؟ 4 بوصة ل 4 بوصة، لان احنا مغيرناش الماس. اقدر اعمل سيلكت هنا وادوس مرتين عشان يجيب لي البروبرتيز، تمام. هقول له بدي بدل ما هي 4 خليها 5 مثلا، خلاص هتبقى الريديوسر ده من 4 ل 5، هو اوتوماتيك بيعدل نفسه بنفسه. واقدر بعد كده اجي مقاومة انوتيت احط تكست زي ما انا عايز، تمام، او اعمل دايمنشن بين الاجهزة مثلا.